السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ذكر الله في كتابه الكريم آية عميقة المعنى: إن استشعرناها وجعلناها مبدأ حياة لنهضت الأمة من جديد، لأصبحنا روادا وقادة في العلم، ولأكملنا تاريخ علماء بلادنا العظيم. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مما جعلنا نستشعر أن ما وصل إليه العلماء من العلم في 2019 قليلا، وأن ما سيصل إليه العلماء في 2029 أيضا قليلا. هذا يجعلني أجزم بأننا لو اكتشفنا في اليوم الواحد 100 اكتشاف لاحتجنا قرابة 100 عام حتى نصل إلى ربع ما لم يتم اكتشافه بعد. فسبحان الله العظيم. وبحكم أني أخصائية مختبر، وجدت أن عالم البكتيريا عالم فيه من العجائب والله به عليم. عشان كذا اليوم موضوعنا عن البكتيريا، لكن مو أي بكتيريا، بكتيريا with real super powers. هذه البكتيريا بتمتلك صفات خارقة. أول بكتيريا راح نتكلم عنها شيوانيلا أونيدنسيس وجيوباكتر ميتاليريديوسنس. الشيوانيلا والجيوباكتر إيش بيميزها يا ترى؟ وكيف اكتشفها العلماء؟ هي الكائن الوحيد على سطح الأرض الذي يستطيع أن ينتج الكهرباء. شيوانيلا وجيوباكتر بتعيش في رواسب قاع المحيط، حيث قام العلماء بجمع رواسب قاع المحيط وإيصال أقطاب كهربائية إليها، ومن ثم قاموا بزيادة الجهد الكهربائي. خلال عملية زيادة الجهد الكهربائي كانت الشيوانيلا والجيوباكتر بتتغذى على الكهرباء، وبعد كده العلماء قاموا بخفض الجهد الكهربائي. ولكن لحظة صعق فيها العلماء ودهشوا، لأن الشيوانيلا والجيوباكتر قامت بإنتاج الكهرباء. هي قال العلماء أكيد في مخلوق حي يعيش في هذا الرواسب تغذى على الكهرباء وقام بإنتاج الكهرباء. وبكذا اكتشف العلماء الشيوانيلا أونيدنسيس والجيوباكتر ميتاليريديوسنس. أنا أتوقع في القريب العاجل جدا بأن الجيوباكتر والشيوانيلا رح نقوم بدفع مبالغ مالية هائلة عليها حتى نحصل على الكهرباء. طبعا الجيوباكتر زي ما أنكم شايفين هنا خلال عملية إنتاجها للكهرباء، هذا هي خلال عملية إنتاجها للكهرباء. كمان عندنا الشيوانيلا، خلونا نشوف قديش النانو وايرز. رغم إن حجمها ما بيتعدى 3 مايكروميترز، إلا إنها بتكون نانو وايرز لعدة سنتيمتر. طبعا بتكونها حتى تحصل على الأكسجين، وكمان حتى توصل التيار الكهربائي. طيب عندنا كمان الداينوكوكس ريديودرنس. هذه البكتيريا أذهلت العلماء لدرجة أنهم قالوا أكيد هذه البكتيريا من مخلوقات سطح الأرض، أكيد هي تعيش على سطح المريخ وجاءت عن طريق نيزك إلى سطح الأرض. إيش بتمتلك هذه البكتيريا من حاجة خلى العلماء يشكوا بأنها من مخلوقات سطح الأرض؟ تم تسجيل هذه البكتيريا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها الكائن الحي الوحيد على سطح الأرض الذي يستطيع أن يتحمل درجات كبيرة جدا من الإشعاع، تفوق قدرة الإنسان ب 1500 مرة. طيب هذه البكتيريا قال العلماء السبب أو المفتاح في مقاومتها غير المعقولة للإشعاع هو مجمعات المنجنيز داخل الخلية اللي بتحميها بشكل مثير للدهشة من البروتينات الخلوية. وجاء العلماء قالوا أكيد أنها بتمتلك أنزيم خاص فيها بيحميها من بيقوم بعملية إصلاح للDNA بشكل فوري. طبعا هي إكستريموفيليك بكتيريا. ثالث بكتيريا عندنا السودومونس سيرينجا. طبعا إحنا كلنا نعرف السودومونس، لكن اللي أنا أول مرة أعرفه إن هي آيس ميكر. طبعا هي عندها بروتين في الأوتر ميمبرين يساعدها على تكوين الثلج، حيث تقوم بترتيب وتعديل جزيئات الماء وباستخلاص الحرارة من الماء حتى تقوم بتجميده. زي ما انتم شايفين هنا هذا العالم أخذ كمية جدا بسيطة من السودومونس وبعد كذا أضافها على الواتا. لاحظوا كمية الواتا مقارنة بالكمية البسيطة اللي أضافها من السودومونس وكيف تحولت في لحظة إلى ثلج. طيب كمان عندنا الكيلوباكتر كريسنتس. طبعا هي السوبر أدهيسف بكتيريا. هذه البكتيريا سبحان الله رغم أنها لا ترى بالعين المجردة لكنها فعلت شيء يثبت وجودها. طبعا هي بتكون مادة لاصقة، هذه المادة اللاصقة يقال بأن كمية بسيطة جدا من هذه المادة اللاصقة تستطيع رفع فيل أو عدة معدات ثقيلة. وأيضا هذه المادة اللاصقة استخدمت في العمليات الجراحية surgical adhesive، وأيضا استخدمت في رفع مواد بناء ثقيلة.
طبعا تكون مادة سوبر جلو. بالنسبة للأكوفيكس The Microbe from Hell، الكائن الوحيد على سطح الأرض اللي بيقدر يعيش ويتحمل درجات حرارة تتعدى 100. طبعا هي بتتنفس على الأكسجين، إذا ما كان في أكسجين بتتنفس على النيتروجين. طبعا خلال عملية التنفس أيضا بتكون الواتر، عشان كذا سموها Water Maker. طبعا هذا الشيء العجيب فيها أيضا، عشان كذا سميت بالأكوفيكس. عندنا الثايو مارغريتا نامي بنسيس The Little Giant، طبعا العملاقة الصغيرة. كسرت قاعدة إن البكتيريا لا ترى بالعين المجردة، حيث أن حجمها يصل إلى 0.75 مليمتر ترى بالعين المجردة. يقال بأن سبب حجمها اللي هو يرجع إلى الفيدينج ميكانيزم تبعها، لأنها بتتغذى على النيتريت والسولفايد. هذه العملاقة الصغيرة قدرت أنها تكسر قاعدة في عالم كبير جدا اللي هو عالم البكتيريا. في النهاية، يدا بيد بإذن الله نستطيع أن نؤسس وأن نبني حقبة علمية جديدة. أسأل الله العظيم أن يجعل منا علماء مكتشفين ومخترعين ومبتكرين. بإذن الله أكون أفدتكم ولو بحاجة بسيطة جدا. جزيل الشكر لكم ولوقتكم.